رجع الموسم مرة تانية في أوروبا ورجعت الدوريات الخمسة الكبرى، وكانت فرصة الحقيقة إن احنا نقدم لحضراتكم فقرة الجي بي اس من جديد لمتابعة أخبار محترفينا المصريين في الخارج. خليني أقول لكم بالبداية قبل ما نبدأ إنه الأرقام والمشاركات ما كانتش على يعني أفضل شكل. يمكن معظم محترفينا بما فيهم محمد صلاح ما فيش حالة التوهج مع بدايات المواسم في الدوريات المختلفة، سواء كنا بنتكلم على إنجلترا، سواء كنا بنتكلم على تركيا أو اليونان أو حتى ألمانيا والسعودية. خلينا نبدأ جولتنا ونشوف البداية هتكون منين ومع مين. البداية من لندن أو من ليفربول تحديدا، مش من لندن، من إنجلترا، والنجم المصري مو صلاح. وقبل ما أدخل في أرقام صلاح، ناس كتير اتكلمت على فكرة انه غياب ساديو ماني اللي كان بيمثل قوه واكيد ركيزه اساسيه في ليفربول ووجود هالاند هيأثر بشكل سلبي على قدرات محمد صلاح التهديفيه وبالتالي منافسته على احراز لقب هداف الدوري الانجليزي. انا بشوف العكس، والايام يمكن تثبت صحه وجهه نظري، انه صلاح من النوعيه او من العقليات اللي دايما بتعشق انها ترفع من مستوى التحديات. وجود هالاند بشوفه، مش بس هالاند، هاري كين، كريستيانو رونالدو، كل الهدافين اللي من العيار الثقيل في الدوري الانجليزي، داروين نونيز في ليفربول نفسه، اعتقد هيخلي محمد صلاح يطلع لليفل اعلى، وبالتاكيد ان شاء الله يقدر يحسم لقب الهداف لصالحه. يهمنا جدا على الاقل انه يحقق لقب او يحافظ على اللقب اللي احرزه في المواسم الاخيره وهو لقب هداف الدوري. لاعب ليفربول الانجليزي شارك في اربع مباريات، هي كل مباريات ليفربول منذ بدايه البريمير ليج، احرز هدفين فقط لا غير، اهدر ثلاث فرص، قدر يعمل اسيست او قدر يصنع فرصه وحيده. متوسط التصويب في المباراه الواحده ثلاث تصويبات بين القائمين، والعارضه تصويبه واحده. متوسط التمريرات المفتاحيه 3.8، متوسط التمريرات عموما 23.8 في المباراه بنسبه دقه 75%، متوسط المراوغات 1.3 بنسبة نجاح 29%، والقيمة التسويقية 90 مليون يورو. وليفربول يعاني في المركز التاسع نتيجة انطلاقة ولا أسوأ، هي الأسوأ لليفربول منذ انضمام صلاح ليه يمكن على مدار المواسم الخمسة الأخيرة، لكن قادر يرجع بالتأكيد. من ليفربول نروح للندن وتحديدا مع نجمنا محمد النني في أرسنال الإنجليزي، اللي الحقيقة على مستوى الفريق بداية ولا أروع. الأرسنال في صدارة الترتيب والحقيقة مقدم عروض رائعة السنة دي مع أرتيتا، المهم هو الاستمرارية. النني شارك في مباراة وحيدة، إجمالي تمريراته 51 تمريرة بنسبة دقة عالية جدا وصلت ل 98%، الكرات الطولية 3 كرات طولية بنسبة دقة 100%، ولمس الكرات 55 مرة أو لمس الكرات 55 مرة، والقيمة التسويقية 11 مليون يورو. وأرسنال في صدارة الترتيب زي ما قلت لحضراتكم برصيد 12 نقطة، ولكن طبعا غيابه عن المشاركة كان بسبب إصابة. كل التوفيق، ونتمنى للنني الحقيقة في ظل توهج الأرسنال أنه يحجز مكان أساسي ويكون مشارك مع الفريق في الموسم ده، لأنه واضح أنه أرسنال السنة دي غير. نسيب إنجلترا خالص ونروح لألمانيا، عمر مرموش اللي بيرجع لفريقه الأصلي، لأنه طبعا كان بيلعب على سبيل الإعارة مع شتوتغارت، لكن السنة دي بيبدأ مع فريقه الأصلي فولسبورغ. والحقيقة عمر مرموش حجز مكانه في الأربع مباريات اللي خدها أو خدتها فرقته في مسابقة الدوري الألماني. متوسط التصويب بالنسبة لعمر مرموش 2.3 تصويبة في المباراة الواحدة، لمس الكرات 37.5، متوسط التمريرات 10.8 بنسبة دقة 63%، متوسط التمريرات الطولية 0.3 بنسبة دقة 20%، متوسط المراوغات 2 في كل مباراة بنسبة نجاح 40%، أقصى سرعة، واخد بالك من أقصى سرعة دي، لأنه في الدوري الألماني الناس دي بتشتغل بالعلم أكتر منها، يعني لما تيجي تتكلم على حجم المواهب في ألمانيا مش كبيرة قوي، لكن على مستوى الأندية على مستوى المنتخبات حاضرين دايما في أي بطولة وجاهزين جدا لأي لقب. الناس دي بتشتغل في التفاصيل بشكل كبير جدا. أقصى سرعة لعمر مرموش 34.9 كيلومتر في الساعة، والقيمة التسويقية 6 مليون يورو. وفولفسبورغ بيحتل حاليا المركز ال 15 في ترتيب البونز ليجا برصيد نقطتين. بالمناسبة هو شارك مع فولفسبورغ في مباراة في الكاس، ويمكن الهدف الوحيد اللي سجله مع فولفسبورغ كان في المباراة دي. نروح لفرنسا، وبداية يمكن تكون الأفضل على مستوى
المحترفين المصريين، وخصوصا انها نقله نوعيه. طبعا لما بتتكلم على تركيا بتتكلم على الدوري الفرنسي، لا في فارق، في فرق كبير جدا على كل المستويات. ومصطفى محمد مع نونت الحقيقه مقدم مردود اكتر من رائع ولفت الانظار مع بدايته، والاهم برضه هي فكره الاستمراريه. مصطفى محمد شارك في 4 مباريات مع فريقه الجديد نونت، سجل هدف واحد وصنع هدف واحد، متوسط التصويب على المرمى في المباراة الواحدة 0.8، بين القائمين 0.3، صناعة فرص مؤكدة فرصة وحيدة، ومتوسط التمريرات 4.5 بنسبة دقة أو بنسبة نجاح 51%، متوسط الالتحامات الهوائية 2.5 بنسبة نجاح 43%، متوسط المراوغات 0.3 بنسبة نجاح 100%، والقيمة التسويقية 6.5 مليون يورو. ونونت حاليا بيحتل المركز 11 برصيد 5 نقاط، فرصة مهمة جدا لمصطفى محمد، مهاجم يملك إمكانيات جيدة جدا، وعليه أنه يستغل وجوده في الدوري الفرنسي ويقدر يعلى ويتطور بمستواه، ويستحق الحقيقة إمكانياته بتقول أنه يستحق كمان أنه يلعب في دوري أفضل من الدوري الفرنسي. تركيا، يبقى هنروح لنجم مصر، منتخب مصر والأهلي طبعا السابق وأستون فيلا، محمود حسن تريزيجيه، اللي الحقيقة يمكن كان صفقة مهمة جدا لفرقته، وبالمناسبة فرقته هي حامل اللقب ترابزون سبور. شارك في 4 مباريات ولمس الكرة 38 مرة، كان ليه مشاركة واحدة فقط في صناعة الأهداف، متوسط التصويب على المرمى 3.8 في كل مباراة، بين القائمين 1.5، صناعة فرص مؤكدة فرصة وحيدة، متوسط نسبة التمرير 16.8 في كل مباراة بنسبة نجاح أو بنسبة دقة 82%، متوسط المراوغات مراوغة واحدة في كل مباراة بنسبة نجاح 27%، والقيمة التسويقية لتريزيجيه وصلت ل 10 مليون يورو، وترابزون سبور بيحتل حاليا المركز 7 برصيد 7 نقاط. نروح لليونان، اليونان نروح لليونان وأولمبياكوس، ونجمنا المصري أحمد حسن كوكا اللي بيرجع مرة تانية للدوري اليوناني مع واحد من أكبر الفرق في اليونان أولمبياكوس، طبعا معنا مع باناثينايكوس أعتقد 2 من أكبر الفرق في الدوري اليوناني. شارك مع فرقته في مباراة وحيدة لمس فيها الكرة 15 مرة، كان ليه محاولة وحيدة على المرمى، التمريرات 9 تمريرات بنسبة دقة 82%، والالتحامات الهوائية 4 في المباراة، خسارة الكرة 4 مرات، والقيمة التسويقية حاليا لكوكا وصلت ل 3 مليون يورو، وأولمبياكوس بيحتل حاليا المركز 5 برصيد 3 نقاط. السعودية، المملكة العربية السعودية، 2 من محترفين المصريين في اتحاد جدة، أولهم طارق حامد المنتقل حديثا للاتحاد أو لاتحاد جدة. الحقيقة طارق شارك مع فرقته في مباراة واحدة، لمس فيها الكرة 49 مرة، تمريراته 33 تمريرة بنسبة دقة 88%، التمريرات الطولية 5 نجح في 3 منهم بنسبة دقة 60%، المراوغات 3 مراوغات بنسبة نجاح 100%، التحامات الأرضية 15، أبو الالتحامات كلها أبو الالتحامات كلها 15 بنسبة نجاح 10، يعني حوالي تقريبا 66%، خسارة الكرة 6 مرات، وإنقاذ الفرص فرصة وحيدة، والقيمة التسويقية 1.2 مليون يورو. أحمد حجازي المتألق، حقيقة يمكن أحمد حجازي ومشوار رائع مع اتحاد جدة برضو، شارك في 15 مباراة الأهداف 3 أهداف، متوسط إفساد الهجمات للمنافس 4.3 في المباراة الواحدة، متوسط أعتقد أنه 15 مباراة ده يمكن الريفرنس بتاع الموسم الأخير، لأنه الدوري السعودي ما مشيش 15 مباراة، لكن في جميع الأحوال أرقام حجازي مع اتحاد جدة في بداية الموسم تعتبر أرقام محترمة. دي جولة الحقيقة مع لاعبتنا المحترفين في الخارج، يمكن الموسم أو بدايات المواسم في معظم الدوريات اللي شفناها مش بالنسبة للاعبتنا على الأقل مش في أحسن أحوالهم، لكن نتمنى الحقيقة لسه البدايات ولسه الفرق يمكن في بداية الموسم، نتمنى أن المستوى يتطور وكله في النهاية لمصلحة منتخبنا الوطني. الكلام بقى على الكرة العالمية، عن الدوريات، عن الميركاتو اللي بيقفل خلاص في الساعات الأخيرة، والصفقات المتوقعة حسمها في الساعات الأخيرة، وأهمها صفقة رونالدو اللي فيه كلام كتير جدا عن انتقاله للبلوز، هنتكلم فيه، وهنتكلم على تشامبيونز ليج
اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل في السادسة.